من المطبات اللي الناس يعني او الاختبارات الصعبه اللي الناس شافاها كانت في اللجنه الخماسيه اختيار الجهاز الفني. وناس كتير تساءلت، يعني كان في تصريحات حضرتك ان حضرتك قلت انا من اول دقيقه شايف حسام البدري. فضل قال ان كان في كلام لاخر ثانيه مع كابتن ايهاب جلال ثم اختلفت الاجهزه الفنيه. هل حضرتك كالاستاذ عمرو الجنايني كشخص كنت شايف حسام بدري وكان في اتفاق ما بين اللجنه الخماسيه على الكابتن ايهاب جلال ثم تحولت القصه، هل اختيار الجهاز الفني اتاخر للدراسه ولا كان المشهد يعني سؤال الناس بتساله؟ هرجع لك من اخر سؤال، اتاخر او ما اتاخرش، احنا الموضوع كله ما خدش اكتر من 3 اسابيع، يعني احنا كنا لسه جايين ابتدينا نشتغل على هذا. كان عندي حاجات كتيره جدا. اول حاجه انت بتخش البيت بترتب البيت، بتجيب الكرسي ده كده وبتجيب الكرسي ده كده، وابتدينا نبص على ملف الجهاز الفني اللي كان محصور ان احنا بنختار من يعني لازم جهاز فني مصري لا يخفى على احد. والنهارده ابتدينا نبص السي فيز اللي موجوده، ابتدينا نبص استعنا باراء ناس كتير جدا برضو خبراء سبقونا، طب احنا نقول كذا نقول كذا، انحصر خبراء فنيين يعني. طبعا طبعا احنا ما خاب من استشار. انحصر الاختيار بتاعنا على طالما فضل قال بقى على طبعا الكابتن ايهاب والكابتن حسام، ورجحت كفه الكابتن حسام في الظروف الحاليه، لقينا اللي هو اللي مناسب الخبرات اللي موجوده عنده يعني كابتن ايهاب جلال ما اعتذرش بالليل فجه الكابتن حسام. يعني الكابتن حسام هو المدير الفني للمنتخب مصر. يعني حضرتك كنت اخد قرار من جواك من الاول بكده؟ افهم كده. ده اللي هو اول سؤال انت سالته. انا من الاول خالص انا شايف كده. شايف حضرتك ان الجهاز الفني كان لازم يجي بتنسيق، يعني ليه علاقه باهلي والزمالك وتقسيمه معينه ولا ليه علاقه بفنيات؟ صدقني ما حصلش. انت لو تتذكر تداعيات القرار، احنا قلنا اول حاجه قلنا تم اختيار الكابتن حسام البدري مدير فني لمنتخب مصر وتكليفه بتشكيل جهازه. كابتن حسام شايف ان هم دول اللي لازم واللي صالحين ان هم يكملوا المهمه معاه، وهيبقى في هارموني بينهم وبين بعض، وبالتالي ان شاء الله كل التوفيق ليك. انت حضرتك طموحات كبيره في الجهاز المصري؟ طبعا طموحات بلا حدود. انت لو بصيت يعني حتى الانجازات اللي اتحققت في تاريخ الكره المصريه كلها. اصل انا صاحب النظريه دي بصراحه، يعني انا شايف ان احنا طول عمرنا بنجيب الاجنبي مجرد ان انا بتشيل ضغط. انا جبت اجنبي حتى لو بغض النظر كلهم محترمين، يعني كل الناس افاضل طبعا، بس انا شايف دايما ان فرصه المصري بتبقى ليها اولويات. مليون المية موافقك، مليون المية. بالطموحات اللي موجوده بالكفاءات اللي موجوده، اعتقد انا بقول لك املي كبير جدا 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 في هذا الجهاز، وكافه الدعم والتقدير والاحترام ليهم ان هم ان شاء الله يحققوا طموحات جمهور الكره المصريه. سمعنا في وقت من الاوقات ان حضراتكم برضو كان الكابتن حسن شحاته على رداركم في الاداره الفنيه للاتحاد، يعني ان هو يكون في مركز تستفيدوا حضراتكم من خبراته، ثم الكابتن حسن يعني قال لا انا افضل ان يكون دوري في الملعب. بص يا سيف، الاجتهادات كتير جدا جدا، وخصوصا في الوقت ده، ومره انت ده انت شايف ان انت صحيح انت قاعد مع فلان الفلاني دلوقتي في نص الليل، والله كنت نايم لقيت مسج جاي لي انت قاعد، والله ما حصل على طول كده. طبعا بص، كل الاسامي اللي اتقالت، مش عايز اقول لك، انا هقول لك حاجه يعني مش سر، انا شجعت كوره اساسا في حياتي كلها عشان الكابتن حسن شحاته. يعني الكابتن حسن شحاته ده انا شايفه حاجه كبيره قوي قوي قوي. صح. وخلقا وعلما وفنيا ولمه ناس، مفيش اروع من كده. بس كل برضو اللي حصل، كل الكلام اللي حصل ده اجتهادات، واحنا بالنسبه لي انا اتشرف في الكابتن حسن ان هو اي اضافه فنيه هنا في الاتحاد انا اللي اتشرف. بتسال حضرتك اما يعني في اكيد حاجات ما تحب يعني تسمحهاش، انتقاد، ذم، مدح، بس احيانا يقولوا ان الاتحاد يدار من بره، او في حد بيدير الاتحاد، او في حد من الخارج
ليه دور في وضع لائحة أو سياسات، الكلام ده يعني هل اللي يضايقك؟ يعني أنت جايب حمامة العطار. لن أسمح طبعا بحاجة زي كده خالص، والكلام ده مش موجود. وزي ما بقول لك كل واحد بيبقى موجود عايز يقول حاجة بيروح أو عايز يزق حاجة بيقول، الكلام ده ليس له أي أساس من الصحة ولن أسمح بيه. ويعني زي ما بقول لك أنا مش عايز حاجة هنيجي نهزق نفسنا على آخر على آخر الزمن، مش هيحصل. وموضوع تاني أنا عايز أقوله لك، أنا بالنسبة لي أنا ممكن جدا 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 أخد استشارة من حد، أكلم حد أخد منه استشارة، ما يعيبش خالص اسمع الكلام. بس حتى هذا الكلام ما جاش وقته، يعني مش مثلا انت خدت راي فلان الفلاني في كذا، والله ما حصل. طب البند الفلاني ده فلان عايز يحطه عشان يطلع فلان الفلاني. بص لت وكلام كتير قوي 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 قوي، اقسم لك بالله ليس له اي اساس من الصحه، وانا لن اسمح طول ما انا موجود هنا ان شاء الله الفترة قربت قوي يعني. لا بإذن الله انا سامع ان هي عن طول مش قربت كده. سامع كده.